الخبر الأهم هذا اليوم هو اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف. من حوالي يعني أقل من شهر كان تم الإعلان عن تشكيل هذا المجلس، وكنا استعرضنا لحضراتكم أعضاء، سواء الأعضاء على المستوى الرسمي أو على المستوى المثقفين والكتاب والمفكرين. النهارده كان الاجتماع، وقبل ما نقول ايه اللي حصل في هذا الاجتماع، انا عايز استعرض مع حضراتكم ما يمكن ان نسميه بوصايا الرئيس العشرة لأعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب. يعني ببساطة شديدة خارطة طريق هذا المجلس الذي ألقيت على كواهله المهمة الأهم والأعظم والأكبر في مصر الآن، وهي مواجهة التطرف والإرهاب باعتباره الخطر الكبير اللي كلنا بنواجهه وبنعاني منه. أول وصية كانت أنه التحرك بخطى ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفاعلية. أول حاجة يعني الناس تتحرك على مش مستوى هنا بس، مستوى محلي بس، لأ، مستوى محلي ومستوى دولي. تاني حاجة، حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة أثاره. حاجة كويسة جدا، يبقى أنا دلوقتي ما بواجهش بس الإرهاب القائم، ولكن بواجه الإرهاب اللي ممكن يتكون، اللي ممكن ينشأ. الوصية الثالثة كانت صياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. الوصية الرابعة كانت تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. يعني مش كفاية ان انا تبقى عندي استراتيجية، لا، يعني مفروض انه يبقى فيه تنسيق. واعتقد انه جزء كبير جدا من الازمات اللي بنعانيها بيعود الى غياب التنسيق. الوصية الخامسة كانت مساهمة المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة. ودي نقطة مهمة جدا جدا، يعني تحديدا النقطة الخامسة دي هتكلم معاكم فيها لانه ليها يعني تفريعة كده. الوصية الستة كانت وضع خطط لحماية الشباب من التطرف. سبعة، دعم جهود توفير فرص العمل للشباب. وهنا بقى الحس اللي هو المظبوط، انه انا ما احطلوش خطط لمواجهة التطرف بمعنى ان انا والله اقول له كلام انشا، لا، انا عشان احمي الشباب من الافكار المتطرفة لازم الاقي له شغلانة، يعني لازم يشتغل يبقى عنده دخل يبقى مواطن صالح. الوصية التامنة كانت تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. رقم تسعة، الوصية التاسعة يعني، كانت مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي. ثم الوصية العاشرة هي الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار. لو تأملتوا حضراتكم الوصايا العشر دول هتلاقينا قدام تصور واضح جدا للمعركة، وتصور واضح جدا لكيفية مواجهة الإرهاب والتطرف بشكل واضح تقريبا. والله يعني لو هذه الخطوات تم تنفيذها هنحرز يعني تقدم واضح جدا، وهنخطو بخطوات واسعة جدا في الانتصار على الإرهابيين وعلى صناع الإرهاب والتطرف. طيب اللي حصل عندنا حاجتين، يعني اللي حصل في الاجتماع ثم المناقشة اللي أنا كنت بقول لحضراتكم فيما يتعلق بحكاية نشر الخطاب الديني المعتدل. الاجتماع النهاردة استغرق ساعتين تقريبا، كان كل أعضاء المجلس بالكامل، لم يتخلف أحد عن الحضور. وكنا امبارح اتكلمنا مع عدد منهم ووعدونا ان هم يتكلموا معانا بعد الاجتماع يقولوا لنا ايه اللي حصل، ما طرح في الحكاية. بدأ الاجتماع باستعراض الرئيس السيسي للأزمة وأبعاد مشكلة الإرهاب،
والدور اللي مفروض المجلس يقوم به، وكان من كلامه الوصايا اللي احنا اتكلمنا فيها. ثم منح الرئيس كل الأعضاء بلا استثناء فرصة للكلام للمداخلات، وكان الهدف انه بيتعرف على رؤية كل واحد فيهم لمسألة مواجهة الإرهاب. بعض الأعضاء المجلس تكلم حوالي 4 دقائق، يمكن أكتر حد تكلم حوالي 12 دقيقة. وكان في بقى الوصية 11 اللي هي لم ترد في بيان مؤسسة الرئاسة عن هذا الاجتماع. وصية 11 كانت انه الرئيس أوصى أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف بأن هم ما يتكلموش مع الإعلام على الأقل في الفترة الحالية. من ناحية أنه إحنا كإعلام نزعل من هذا الكلام، طبيعي يعني أنه أنت محتاج تعرف ومحتاج تشوف ومحتاج أنك لا تكتفي بالبيان الرسمي، رغم أن البيان الرسمي كاشف إلى حد كبير. لكن هقول لحضراتكم من المرات القليلة اللي أبقى مع هذا التوجيه أنه الأعضاء ما يتكلموش مع الإعلام. ليه؟ لانه لما الاعضاء بيتكلموا بيبقى في خاصه انه المجلس القومي لمكافحه الارهاب يعني لسه ما اتكونش بشكل كامل. يعني من احد القرارات اللي كانت موجوده على سبيل المثال انه تكليف الدكتور عبد المنعم سعيد والاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات بان يقوموا بتسيير اعمال المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف لحين تعيين الامين العام للمجلس. فإحنا قدام مجلس لم يتشكل بشكل كامل. الكلام بقى والرغي والهري والمتابعة والإدلاء بحوارات والإدلاء بتصريحات يمكن أن يعني تساهم في الشوشرة على عمل هذا المجلس. لكن في الوقت نفسه اللي بنتسامح فيه مع أنه هما ما يتكلموش مع الإعلام، إحنا بنطالب واعتبروا أن ده اقتراح على المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، لابد من تعيين من اللحظة من باكر من الصبح تعيين متحدث رسمي باسم المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف. حد يبقى عنده كل المعلومات، عنده كل التفاصيل، عنده كل المشروعات اللي هيعملها المجلس، بحيث لما الإعلام يسأله يرد عليه ويكون الردود مسؤولة والمعلومات واضحة ومحددة عشان ما يحصلش لبس. يعني طالما انه الرئيس بوصفه رئيس هذا المجلس طلب من الاعضاء ان هم ما يدلوش بتصريحات على الاقل في هذه الفترة زي ما هو عبر، يعني قال على الاقل في الفترة دي ما يبقاش في ادلاء بتصريحات، لانه يبدو انه مجرب يعني يقعد في اجتماعات مع مجالس والناس تطلع، فكل واحد بيقول اللي حصل من رؤيته ومن وجهة نظر. يعني انت مثلا عندك 40 عضو مثلا على سبيل المثال، فلو الـ40 دول اتكلموا عن اللي حصل في الاجتماع تلاقي كل واحد فيهم بيقول حكايه، بيقول موضوع. فانا بطالب بفكره انه يبقى في متحدث رسمي، متحدث باسم المجلس رسمي، عشان ما يحصلش هذا اللبس، وعشان ما نبعدش كمان عن انه يبقى في حاجات بتحصل الناس تشعر انه هذا المجلس مغلق يعني، او هذا المجلس بيعمل حاجه مفروض ان الناس ما تعرفهاش. صحيح هو بيحط استراتيجيات لحرب طويله مع الارهاب، لكن اعتقد انه بعض الحاجات اللي هيعملها المجلس القومي لمكافحه الارهاب مفروض المجتمع يشترك فيها بالحوار، يشترك فيها بالافكار، يشترك فيها بالتطوع، لانه المساله مش مجرد كلام انشاء، لا في اجراءات هتتم على الارض، واعتقد انه ناس كتير جدا مستعده، كل مواطن مصري مستعد ان يلعب دور في الحرب على الإرهاب، فما تحرموش الناس من المسألة دي. طيب ده أول حاجة. الحاجة التانية في الوصية رقم 5 اللي هي في مساهمة المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة. العدد الأخير من مجلة الأزهر في مقال مهم جدا للدكتور عباس شومان. دكتور عباس شومان هو وكيل المشيخ ورجل له احترامه وتقدير وتقديرنا ليه وتوقيره. يعني هو عامل مقال اسمه تجديد الخطاب الديني، بيتكلم فيه كلام كويس جدا عن دور الازهر الوسطي المعتدل في انتاج خطاب ديني، وهذا الخطاب هو الخطاب السليم المعتمد. لكن في لحظه كده في تعريجه كده في المقال
بيتكلم الدكتور عباس شومان على انه في ناس ما ينفعش لا تساهم ولا تتكلم عن تجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الديني. فمثلا يقول لك ايه، ما هو ما ينفعش الناس اللي بتنام طول النهار وتصحى طول الليل تمر على الفضائيات وتتكلم في البرامج وتعمل مداخلات يشتركوا. فايه علاقه ده بده؟ وبعدين يقول لك مش معقول الناس اللي هم، خلي بالكم وهذا المقال موجود في مجله الازهر اللي بتصدر عن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. يعني بتصدر عن، اسف، عن مجمع البحوث الاسلاميه. فكلام يعني معتبر، مش كلام واحد كده عابر بيقول. فبيقول انه في مجموعه في مصر، مجموعه من المثقفين في مصر اللي هم ايه؟ لا يحلوا ما احله الله ولا يحرموا ما حرمه الله ولا يقدسوا المقدسات الاسلاميه ولا يحترموا السلف وعايزين يتامروا على الدين، ودول بيتصدوا لان هم يعني يجددوا الخطاب الديني او يتكلموا عن الخطاب الديني، ودول ما لهمش حق. لانه اللي ليهم حق ببساطه الناس اللي هم قضوا حياتهم يعني بين صفحات الكتب العميقه، ودول اللي يتكلموا بس. ففي ناس من اعضاء المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف ينطبق عليهم اللي قاله الدكتور وكيل المشيخ عباس شومان، فمش عارف هيوازن بين المساله. يعني الناس اللي موجودين في المجلس الدكتور عباس شومان يرفض ان هم يتكلموا عن تجديد الفكر الديني او تجديد الفكر الاسلامي. انا بس قلت ملاحظه. انا معايا على التليفون دكتور ناجح ابراهيم المفكر والكاتب والباحث الكبير، وكأنه له كل تقدير واحترام طبعا. دكتور ناجح اهلا بيك. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم، منورنا دايما وطمعانين انك تكون معانا قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك تابعت التوصيات اللي النهارده قالها الرئيس لاعضاء المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف؟ تابعت جزء منها الحمد لله. يعني موضوع تجديد الخطاب الديني هو يمكن اهم المفاصل. صحيح. المشكله دي مشكله فكريه في المقام الاول مش امنيه. يعني يعني ايه اللي بيخلي الصباع يضغط على المفجر او يدهس بالسياره او يدوس على الزناد؟ هو الفكر. الفكر هو الاساس. الفكر الصحيح يولد فعلا صحيحا، الفكر الخاطئ يولد فكرا فعلا خاطئا. والخطاب الديني ليس معضله، هو احنا ننتقل من خطاب التنفير الى خطاب التبشير، من خطاب الحرب الى خطاب السلام، من خطاب الكراهيه الى خطاب الحب، من خطاب التعسير الى خطاب التيسير، من خطاب من خطاب عدم التوافق مع الناس والى خطاب التوافق والتعاون وما الى ذلك. وكل هذا واضح في القرآن. يعني الإسلام لا يناقض نفسه. الإسلام الذي جعل امرأة تدخل النار في هرة لا يمكن أن يدعو إلى قتل الآخرين. صحيح. وإلى سفك دمائهم. الإسلام لا يناقض نفسه. الإسلام الذي أكرم بغي، يعني سقط كلبا يلهث في الصحراء، رأته يلهث وكانت وحدها لم يراقبها سوى الله سبحانه وتعالى، وخلعت حذائها من أجل أن تسقي هذه الروح العجمية اللي هو الكلب، فأدخلها الله الجنة وغفر كل السوءات بتاعت البغاء، سنوات طويلة من البغاء غفرها من أجل هذا الموقف النبيل الذي خرج من قلب سليم لا يرائي أحد. طيب من أدخل يا فندم على هذه الروح السمحة الإنسانية الراقية؟ كل ما نسمعه عن القتل والتفجير والدمار والخراب، من أدخل على روح الإسلام السمحة هذا الفكر؟ والله هو أولا يعني قبل ذلك، يعني البشر هو الذي يسيء إلى النصوص. يعني يعني هتلاقي مثلا أمريكي، الطيار الأمريكي الذي قصف هيروشيما وآخر قصف ناجازاكي، يعني هو في لحظة واحدة قتل 85,000 واحد. وهذا أمريكي له دين وجنسية وما إلى ذلك. هتلاقي مثلا الفرنسيين وهم كانوا على دين وما إلى ذلك آخر قتلوا في الجزائر 1,000,000 إنسان. هتلاقي اليساريين حينما كانوا يسارين خطفوا طائرات وفجروها وما إلى ذلك. المشكلة في البشر وليست في الدين. كل الأديان تدعو إلى السلام، كل الأديان تدعو إلى المحبة، كل الأديان تدعو إلى التوافق، لكن تدخل تتلبس الإنسان
أشياء كثيرة بتجعله ينحرف بهذا النص وينحرف بنفسه إلى الشر والمنكر. أهم حاجة بتخليه ينحرف هو الصراعات السياسية، ده أول سبب. يعني الخوارج إمتى ظهروا؟ حينما نشأ صراع سياسي بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فنشأت فرقة ثالثة تكفر الفريقين وتريد قتل سيدنا علي وسيدنا معاوية. بعد كده واتي كل أطماع في النفوذ والسلطة كلها تتلبس ثوبا من النصوص، ترتدي هذا الثوب وبه تحارب وبه تقاتل وما إلى ذلك. المشكلة في الإنسان وليس في النص. كل هتلاقي في نصوص تدعو للرحمة ورعاية الأيتام والفقراء في كل الأديان، المسيح جاء بالسلام والرسول السلام جاء بالسلام. طب خليني اسال حضرتك يا فندم، هل في، طالما اثرنا النقطه، لانه فعلا الوصيه الاكثر اهميه هي مساله تجديد الخطاب الديني ومساله نقل هذا الخطاب، هل في شروط معينه لمن يتصدى لهذا التجديد؟ يعني هل يمكن ان يعتبر مثلا، تعتبر فئه معينه ان هذا التجديد قاصر عليها وحدها؟ أم والله هو أبدا. يعني كان مثلا في مجددين عظام من الأزهر مثل الشيخ محمد عبد والشيخ شلتوت والشيخ محمد الغزالي وغيرهم، كان في مجددين عظام من الأزهر ومن غير الأزهر. يعني خالد محمد خالد لم يكن من الأزهر. لا، خالد أزهري عتيد. خالد محمد خالد عتيد. لا عتيد يا فندم، بدأ من الأزهر. لا، خالد عتيد. أزهري عتيد. عباس العقاد لم يكن من الأزهر، ولكن رغم كده كان صحيح. رغم كده عباس العقاد كان من أعظم المجددين في الفكر الإسلامي، ولكن هضم حقه. ده عباس العقاد عنده كتاب مهم جدا اسمه التفكير فريضة إسلامية. التفكير. التفكير عكس التكفير، وأي واحد على فكرة عنده تفكير مش هيبقى عنده تكفير، لأن يعني هم نفس الحروف ولكن شتان ما بينهما. عباس العقاد أنتج للفكر الإسلامي الكثير، لكن وللأسف لا المؤسسات الدينية أنصفته ولا قررت شيئا من كتبه، ولا الحركة الإسلامية أنصفته ولا قررت شيئا من كتبه. أنا أعتقد أن الحركة الإسلامية لو كانت جعلت كتب العقاد هي الكتب الفكرية التي تدرس لأبنائها ما انزلقت هذه الحركات الى من زلقت اليه، ولا كنا وفرنا على نفسنا كتير جدا يا دكتور، يعني ارواح ودماء لكن وللاسف العقاد لم ينصف احد، حتى وزاره الثقافه لم تنصف، ولا وزاره التربيه والتعليم لم تنصف. يعني الى الان لم تقرر وزاره التربيه والتعليم اي كتاب من كتبه، مع ان عنده كتاب عن الديمقراطيه رائع، عنده كتاب اول من هم كانوا بيقرروا العبقريات بس يا فندم، يعني وقت معين كانوا بيقرروا العبقريات. العبقريات وهي برضو افادت، يعني العبقريات. يعني هو كتب عن المسيح، يعني هو اول من كتب عن المسيح. صحيح، هو كتابه ليه كتاب والبعض بيغفله، هو ليه كتاب اسمه عبقريه المسيح. عبقريه المسيح. انا يعني اقتديت بالعقاد، والحمد لله ليا كتاب ان شاء الله استاذه قريبا اسمه محمد والمسيح. ده يعني كتاب مهم، كتاب ان شاء الله ساخرج ان شاء الله يا فندم. وانا بطلب من حضرتك انك تكون معنا في اقرب فرصه ان شاء الله. بشكر حضرتك يا دكتور. معايا كمان الاستاذ عبد المحسن سلامه، نقيب الصحفيين. استاذ عبد المحسن، اهلا بيك يا فندم. النهارده كان الكلام ما بين الرئيس واعضاء المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف، وفي كلام عن الاعلام، يعني عن دور، كيف يقوم الإعلام بدور في مواجهة الإرهاب. أنت نقبنا بقى، يعني قول لنا الصحافة إزاي تقوم بهذا الدور. شوف يا دكتور محمد، طبعا الصحافة لها دور مهم جدا وقوي في هذا المجال. الصحافة يعني ديت العقل البلد، يعني إذا جاز التعبير، فمهم جدا، لها دور مهم جدا في المسألة دي. الدور المهم ده بيعتمد في المقام الأول على فكرة التوعية، وعلى فكره ان يبقى في رؤيه واستراتيجيه لمكافحه الارهاب خلال الفتره المقبله. وبعدين طبعا التعريف الصحفيين هم اصلا كمان منتشرين في كافه المواقع الاعلاميه المختلفه، سواء صحيح الاذاعه سواء الالكترونيه، وبالتالي البنيه الاعلاميه اذا جاز التعبير قايمه على الصحفيين. مهم جدا ان دور الصحافه في الفتره المقبله يتعاظم لعدة أسباب، لأن احنا فعلا بنواجه خطر حقيقي، يعني لا من ينكر أن هناك خطر حقيقي من الإرهاب، ده يبقى حد عازل مش شايف اللي بيحصل إيه بالظبط. يعني احنا عندنا مشكلة حقيقية،
مشكله موجوده في الارهاب عندنا في يعني بدءا من التربيه والنشاه وحتى لغه الخطاب الديني. عندنا عوامل كثيره جدا كانت في الفتره الماضيه بتساعد او يعني بتساعد على التحريض وبتساعد على العمق. ما كانش عندنا رؤيه واضحه في المجال ده، ما كانش عندنا استراتيجيه لمحاربه الارهاب. نتج عن كل هذا الحاله اللي احنا عايشين فيها. الان نحن امام حاله مختلفه، وخلينا احيي فكره انشاء المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب. طيب تمام. المجلس الاعلى ده يبقى هو بقى فعلا العقل المنظم لكل ما يتعلق بشؤون المكافحه. يعني لازم هو ما يبقاش قاعد مجرد جلسات دوريه تنعقد ويخرج كده بمقررات او بشويه تصريحات في الاخر. ده كلام طبعا يعني هيبقى هيقلل من الامال المفروضه على هذا المجلس. لازم المجلس ده يبقى عنده رؤيه شامله لكيفيه مقاومه ومكافحه التطرف بشكل عام والارهاب بشكل خاص، بدءا زي ما انا قلت لحضرتك منذ المراحل الدراسيه الاولى المبكره جدا، مرورا بداخل البيوت نفسها ومرورا ايضا بوسائل الاعلام، ويبقى عندنا كده نوع من الاطار المعرفي اذا جاز التعبير، يعني ان احنا يبقى ايه المسموح وايه الممنوع. مش مساله برضه مسموح وممنوع ان احنا بنعمل رقابه ولا الكلام ده، لا خالص. ولكن في حاجات يعني هتبقى مضره مثلا دي الامن القومي او لمساله مجريات الحرب على الارهاب على الارض، فيبقى البعد عنها افضل. يعني كل اشكال التمييز، كل اشكال التحريض، كل اشكال الدعايه التي تؤدي الى فتنه طائفيه، كل الكلام ده لازم نكون واخدين بالنا جدا منه. طب هل النقابه يا فندم في الفتره اللي جايه، يعني كان المجلس الاعلى للصحافه زمان كانت عنده اليات رقابه ومتابعه، والوقت المؤسسه الهيئات الاعلاميه اعتقد ان هي بدات تبلور دور في فكره المتابعه والرقابه والمحاسبه. ان النقابه في الفتره اللي جايه يعني اذا ما جرت مثلا مخالفات، حتى مخالفات طبقا للرؤيه اللي حضرتك بتقولها، هل في اليات متابعه ورقابه ومحاسبه للصحف اللي هتقع فيه اخطاء؟ لازم يبقى فيه كده، لازم يبقى فيه تعاون كبير جدا ووثيق ما بين النقابه وما بين المجلس الاعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه. لازم يبقى فيه نوع من التقارب الشديد، او مش التقارب بقى، التفاهم المشترك بين الثلاث جهات دول، عشان طبعا تقليل الاليات المحاسبه. احنا عندنا في حاجه اسمها لجنه تحقيق ولجنه تاديب في النقابه، ديت لازم تقوم بدورها طبعا، بالاضافه الى تاديب وتحقيق. لا لازم احنا دورنا كمان في وضع رؤيه مستقبليه لهذا الكلام، وان شاء الله ده هنعمله، وهندعو لمؤتمر داخل النقابه، وحضرتك وكل الزملاء هيبقوا مدعوين اليه للمشاركه ووضع رؤيتهم حوالين هذا التصور، بالاضافه الى اليات المحاسبه زي ما انا اشرت لحضرتك. تمام. لان اليات محاسبه اخرى موجوده في الهيئه الوطنيه وفي المجلس الاعلى، لابد ان يكون هناك تفاهم مشترك بين الهيئات الثلاثه في المستقبل عشان نقدر نواجه التحدي اللي بيهددنا جميعا. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا سياده النقيب عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين. معايا كمان المستشار بهاء الدين ابو شقه. اهلا بيك سياده المستشار. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الوصيه التاسعه من وصايا الرئيس النهارده للمجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف كانت مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي. يعني تعليق حضرتك على ما يمكن أن نعتبره وصية في هذا السياق في مسألة تعديل التشريعات إيه يا فندم؟ يعني هذه الوصية في محلها، لأن الإرهاب وسائله وأدواته وفكره بيتصور من يوم إلى يوم آخر. الإرهاب لم يعد قاصرا على الإرهاب المسلح، وإنما قد يكون الإرهاب إرهاب فكري، قد يكون الإرهاب إرهاب يمثل في إحداث فتن، قد يمثل الإرهاب في إحداث أزمات
أو ترويج إشاعات. كل هذه المسائل هي الجيل الجديد والأدوات الجديدة من أدوات الإرهاب. فلا بد للتشريع أن يكون مواكبا لهذا الفكر وهذا التطور في المنظومة الإرهابية. ولذلك فبإذن الله تعالى يعني سنكون أمام تشريعات، هذه التشريعات تواجه هذا التطور الفكري في منظومة الإرهاب، سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية الموضوعية. الناحية الإجرائية لابد أن نكون أمام إجراءات على قدر كبير من الإدراك القانوني والوعي والحس القانوني والحماية القانونية لأمن وأمان الدولة والوطن والمواطن. ومن الناحية الموضوعية نكون أمام عقوبات على درجة تتناسب مع حجم الجرم ومع حجم الخطورة الإجرامية التي تمثلها هذه الأفعال على النطاق الداخلي. في تحرك دولي. تفضل. على النطاق الدولي لابد أن ننبه وأن ندق نواقيس الخطر. ومصر كانت ووعي وحس الشعب المصري ووقوف القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الوطنيين إلى جوار 30 يونيو غير مفاهيم كثيرة وسلط الأضواء على حقائق يمكن كانت غائبة، وكانت مصر رائدة وأول من أثار وسلط الأضواء على خطر الإرهاب، وأن الإرهاب ليس إقليميا وإنما بات خطر الإرهاب دوليا يهدد العالم بأسره. ولذلك لابد من أن نكون أمام ميثاق الأمم المتحدة، نكون أمام نظم قانونية جديدة، لأن بالنسبة للأمم المتحدة الآن في القانون في الجريمة الدولية وفي محاكمات عن الجريمة الدولية، بحيث أننا لابد أن نكون أمام نصوص ونصوص بتتضمنها ميثاق الأمم المتحدة في مطاردة الجريمة الإرهابية بأي مكان وبأي وسيلة من الوسائل، بحيث أن لا ترتكب الجريمة في بلد ويكون هناك منظمين، يكون هناك مفكرين، يكون هناك وسائل معلوماتية يمد الإرهاب بمعلومات، يمد بخطط، يمد بوسائل. كل هذه المسائل إذا لابد أن نكون أمام نصوص دولية، هذه النصوص الدولية تستطيع أن تحاصر الجريمة الإرهابية ليس في مكان الذي حدثها، وإنما تلاحق جميع المساهمين في هذه الجريمة بأي صور من صور المساهمة، سواء اتفاق أو تحريض أو مساعدة أو إمداد بمعلومة أو إمداد بسلاح أو إمداد بخطط، لكي نستطيع أن نحاصر الإرهاب محاصرة قانونية منظمة، سواء على النطاق الإقليمي أو على النطاق الدولي. سيادة المستشار، في الوصية الرابعة كان في مسألة تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية هذا المجلس، البرلمان، مجلس النواب، من وجهة نظر حضرتك كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب وبين هذا المجلس؟ التنسيق يعني عشان نكون واضحين، النصوص بمفردها لا تكفي، يعني النصوص واجبة صحيح، إنما لابد أن يكون تفعيل هذه النصوص وأن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، سواء التنفيذية أو الإعلامية أو القضائية، لتفعل هذه النصوص. يعني لابد أن نكون أمام محاكمات، تحقيقات، محاكمات، يعني احنا يعني ليس معنى ذلك أننا
بنفتئت على حق اي متهم في ان يحظى بمحاكمة عادلة وقانونية ويتحقق فيها ضمانات وحقوق الدفاع والمتهم، انما ايضا لابد ان نكون امام محاكمات وتحقيقات ناجزة وسريعة بتستطيع هذه المحاكمات، وان نكون امام اعلام يبصر بالفتنة، يبصر بالشائعات عندما تنشر، لان هذه هي الجيل الجديد من جيل الارهاب. الارهاب لا يقف عند حد استخدام السلاح فحسب، وانما عندما يحدث فتنة يعني بتحقق ذات الهدف بانه يستطيع ان ينفذ وان يستطيع ان يدمر مؤسسات، ان يدمر دولة. يعني فهذا المنطق هو منطق الجيل الجديد للفكر الارهابي. فلا بد ان تتكاتف كافة اجهزة الدولة، سواء التشريعية سواء التنفيذية سواء القضائية سواء الاعلامية، كل ذلك لا بد ان يكون على قلب وفكر رجل واحد ليحقق الهدف المنشود، وهو ان نحاصر الارهاب، ان نكون على وعي وملاحقة لكافة افانينه وكافة طرقه واساليبه المتجددة والمستحدثة، ونكون على قدر من التشريعات وقدر من الحس والفكر الإعلامي والفكر والمواجهة القضائية والتنفيذية لهذه الظاهرة. صحيح. بشكر حضرتك جدا سيادة المستشار. احنا حاولنا بس نعمل يعني المامة كده بما جرى، والاهتمام يعني انطلاقا من انه احنا قدام اهم مجلس، لانه بيتصدى لاخطر واكبر مهم، واعتقد انه الشغل هيبقى فيه او هكذا اتمنى يعني باحترافية شديدة، مش هيتحول لمجلس مجرد ان احنا قاعدين بنتكلم ونعمل اجتماعات وبنتبادل رؤى وافكار والناس قاعدة تمارس القتل والتخريب على الارض.